على هذه الأنغام افتتح معرض الكتاب العربي في مدينة اسطنبول، وبفعاليات تنوعت ما بين الكلمات الترحيبية من منظميه وأناشيد فلكلورية تحمل الطابع العربي، انطلق التسوق الثقافي في ناد ضم عشرات المكاتب ودور النشر التي اكتنزت آلاف الكتب والمجلدات المخطوطة بالحروف العربية. والآن وقت الانفتاح للعالم بطريق تركيا، بطريق اسطنبول، للكتاب العربي، ليس فقط لدول عربية، ليس فقط لجالية العربية، بل للأتراك. نريد أن نقوي حركة الترجمة من جديد من اللغة العربية إلى اللغة التركية. معرض الكتاب العربي في دورته الرابعة تجسيد للتلاقح الثقافي بين الشعبين العربي والتركي، ومقياس للحركة الأدبية التي بدأت بالنمو والتصاعد بناء على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات العربية وبمساعدة نظيرتها التركية وبتشجيع من الحكومة التركية. يستطيع أن يكون هناك هذا المعرض كجسر للتواصل ما بين الحضارة العربية والحضارة التركية، وفرصة أيضا للتعرف على حقيقة التاريخ الذي كان يربط ما بين العالم العربي والعالم التركي. ولأن الازدهار الثقافي قرين لنهضة الأمة، يعول المفكرون والعلماء على دور الكتاب في تحصين الشباب من الغزو الثقافي وتهيئة الجيل الصاعد لانتشال مجتمعهم من واقعه الحالي سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ولذا يأتي الكتاب كوسيلة مهمة جدا لإعادة أو لنهضة الأمة ثقافيا وتحريك الشارع وخاصة شريحة الشباب، وأيضا لا ننسى أيضا شريحة الأطفال لتعليمهم أو تدريبهم على الإقبال على الكتاب والتثقف بدل الانشغال طيلة الوقت باللعب وبغيره. كما يعكس الإقبال الجماهيري الكثيف على الكتاب الورقي في اليوم الأول من المعرض صورة مشرقة عن عدم ضياع شغف القراءة الورقية في زحمة المكاتب الإلكترونية. الكتاب العربي في تقدم ولا نخشى عليه من الطوارئ الأخرى، مثلا الكتاب الإلكتروني ولا الكتاب الآيفون ولا شيء، لا نخشى عليه. سائحون في رياض العربية وآدابها وما خط بحروفها، أقبلوا من كل حدب وصوب ليقضوا 9 أيام متنقلين بين أكثر من 200 مكتبة ودار نشر. لقناة الرافدين الفضائية، فاروق شريف، اسطنبول.